المهم خرجنا من الرياض الصغير اللي هو اول مبنى كاين في قصر الباهيه والرياض الصغير شتو قداش صغير. دابا غادي ندخلوا لساحه الرخام الصغرى. اختزالة قوش يديروهم الناس هذا جاء لحظة طعم باقيين لا ما هذا المشكلة اللي ما بقاش بزاف مقارض هذا المشكلة. We'll be right back.
هذا الرياض اللي شفنا دابا هنايا هو الرياض الكبير في قصر الباهية. يعتبر هذا الرياض من اهم مكونات القصر المعماريه، حيث كان يشكل جزءا مهما من دار السي موسى الى جانب الساحه الشماليه، وقد اتخذ شكل الحديقه مستطيله ذات حيطان عاليه ومجزاه الى احواض مغروسه تحيط بها ممرات مبلطه بقطع الرخام والزليج وتتوسطها نافوره. هذا الشيء تنشوفو كامل مع في الزمن مع مرور الزمن من فهمتي، وقعوا فيه تغييرات من عهد دار السي موسى لبوحماد للحماية الفرنسية. متابعي الكرام، هذا هو قصر الباهية. للأسف باقي بزاف ديال الأجنحة هنايا مسدودين فيهم، تعاود لهم الهيكلة تيصلحوهم. المهم نتمنى تكون عجبتكم الجولة في قصر الباهية، ونتمنى ديروا لايك وبارطاج وسبسكرايب. يلا إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.